السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. أنا عارفة أنت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده أنا راجل محترم، ده أنا أهلي صرفوا عليا دم قلبهم، أنا معايا ثانوية عامة، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت، ده كفاية الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي أبقى سباك؟ طب خلاص، أنت بالك نافش ريشك كده، ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ أيوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، أبويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ أنا طلبتهم بس. إيه؟ هيديهم لك إمتى؟ مش هديهم لي. أمال إيه؟ طردني. طردك؟ أمال أنت جاي ليه؟ جاي عشان أتحال على أبوكي كمان مرة. أتحال على أبويا؟ أنت عارف أبويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله ده هيمنعنا أشوفك خالص. طب أعمل إيه بس أنا يا زينة؟ العين بصيرة واليد قصيرة. أعمل إيه؟ أعمل إيه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغكم في الاخر. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجة لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقة. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. الله، عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت، سعيكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا اتفقنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش السجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا على قفاكم في الاخر. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي، إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد، إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. دا
ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملالي. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية الى اخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسة، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة. وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هدول الواد شعبان من هنا؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي مخسر. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الاباني بيقول كده. وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه، انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. مش هيا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما أنا ما أقدرش أخرج دلوقتي يا سعادة البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي في 4 أيام خاص المية تروح كده.